تقريبا عوده انا 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 الطلب حولته ان هو ايه الاجراءات، لان كان في كلام على ان الفلوس او فيش يعني ايه راح. بص لان جزء من التخطيط مع الماليه فلازم يحصل نوع من لازم يحصل نوع من التعديل عشان يتقيسوا بعد كده المسؤول عن دكتور الثقافه مش الاوبر، او الشخص دايما اللي بيتعامل يبقى دكتور الثقافه مش من الاوبر، فيعني فاجراء بيخلص عشان يطلع اساسه القرار.